اوكي اوكي معكم هنا في معرض ايفا مع جناح اللي هو بيكس. بيكس حنتعرف عليه، هو عبارة عن مش بس تطبيق يمكن عن طريقه كتابة مثلا نص او اختيار موتيف معين او صور متحركة جيفس او انيميتد، وممكن نكتب هنا عن التطبيق سمارت لايف، حياة ذكية مثلا. اوكي ممكن نختار اللون هنا وبعدين نعمل اوكي. الجميل في الموضوع انه الكلمة اللي كتبناها تطلع على حقيبة الظهر هذه. طبعا هاي حقيبة الظهر مزودة بمصابيح LED صغيرة سمارت لايف زي ما احنا شايفين هون. هذه المصابيح انت ممكن تختار الشكل اللي بدك اياه او الصور المتحركة اللي انت بدك اياها. وطبعا في بطارية داخل الحقيبة. How much does it cost? 260 US dollars. 260 دولار، ومتوفرة شركة أمريكية طبعا هي. فجميل الفكرة.